يا اسامه خاصتنا بلاصه عائليه تكون شابه وتكون تاع فطور ومنطون نقدروا نسهروا فيها راك تعرف رانا في رمضان ليكيب وجدوا روحكم باش تشوفوا حاجه جديده ما صراتش في الجزائر وبلا ما نوصيكم خبوا هذا الفيديو باش من بعد تجوا لهنا المفيد رانا في مزرعه بيرتوتا اللي جايه في الجي اكتبوها كاف الماب ويجيبكم ليها صاحب هذه المزرعه طرح اشكاليه وحلها في نفس الوقت اللي هي انه المراه تتعب بزاف في رمضان ولازم نقصوا عليها يا لو كان شويه ايوا وفر لكم في هذه المزرعه فطور وسهره رمضانيه على الطريقه الجزائريه بوراك شربه طواجن مردومه نتوما واش تحبوا تاكلوا وبيان سور الدخله راح تكون باطل من الناس اللي تريزيرفي الافطار تقدر تجيب العائله تاعك لهنا جوايا الخمسه تريحوا الدور في المزرعه ديروا ديزاكتيفيتي لولادكم ولا تخلوهم يلعبوا كيف كيف قسمة الحق لكم السبعه باش تفطروا المهم كاين هذا الطيراس اللي تقدروا تريحوا فيها وتقابلوا ديريكت المزرعه وكاين ثاني هذا الديار الصغار اللي جايين في وسط الاسباس فير هادو كامل يجون ديكوريين بالاحلى الناس اللي يحبوا يريحوا مع العائله تاعهم وحدهم وبلا ما ننساو كاين لي سانيتير وكاين مصلى فلافير وكاين نهضروا على الامن البلاصه